أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدي الأعزاء. نتواصل معكم في هذه التغطية الخاصة من قناة الطيبة والتي نحاول من خلالها أن نقرأ واقع الأحداث ونتابع مجريات الساحة السياسية بعد هذا الانتقال الكبير الذي شهده الشارع السوداني. كما أسلفت نحاول أن نقرأ وجهات النظر المختلفة من مختلف الزوايا مع الخبراء والمختصين. أرحب في هذه المساحة الثانية من التغطية الخاصة اليوم، أرحب بالبروفيسور عبد الرحمن أحمد عثمان الأكاديمي. بروفيسور عبد الرحمن، بداية مساء الخير وأهلا بك إلى قناة طيبة. كيف تقيمون المشهد السياسي؟ هناك يعني تسارع لإيقاع الأشياء. أهلا بك وأهلا بقناة طيبة. وفي الحقيقة يعني المشهد السياسي الراهن كما قلت رمادي، لا يبدو فيه يعني مخرجا أو مدخلا لتحليل وإذا قرأ يوما بيوم، ولكن إذا قرأ في السياق العام يتضح تماما وجليا أن الأمور إلى اختلاف. يعني هناك يبدو الاتفاق بين القوى السياسية. أين يكمن الاختلاف؟ إلى اختلاف فيما كان وفيما سيكون. اختلاف في واقع الحياة السياسية. نعم. طيب بروف، يعني المجلس العسكري الانتقالي اجتمع أمس مع القوى السياسية والتنظيمات السياسية والحركات، كل الحياة السياسية في السودان، في قاعة الصداقة في الخرطوم، في أول اجتماع للمجلس العسكري منذ توليه السلطة، وفي أول يعني بادرة منه لتأكيد جديته في تنفيذ يعني التغيير في الواقع. كيف قرأتم هذا الاجتماع؟ والله قراءة منطقية موضوعية وبداية حقيقية. يعني لا بد إنه يجتمع بالأحزاب السياسية في الساحة السياسية، يعني لا بد كان له من هذه الخطوة ليرى ما يليها، يعني ويتناقش مع الأحزاب ويطرح لهم وجهة نظره في التغيير لكي يفكروا ويأتوه بشيء مكتوب، يعني مجتمعين، يعني لو توافقوا. يعني ما رؤيتكم بروف يعني في قضية الاختلاف هذه؟ يعني الاختلاف بين القوى السياسية واضح ومعلوم للجميع. السؤال المتكرر الذي نسأله ويسأله المتابع والشارع عموما، هذه القوى السياسية المختلفة كيف يمكن أن تتفق على تشكيل حكومة مدنية؟ هي لن تتفق لا على المدى القريب ولا البعيد. لا يعني عندما تأتي ساعة متأخرة بعد 15 يوم، لا سيما أن الاتحاد الأفريقي قد أمهل المجلس الانتقال العسكري 15 يوم اللي يفعله، قد يتدخل آخرون من خارج السودان، ولكن هذه الأحزاب التي أراها أمامي لن تتفق على حكومة فيما بينها. والأصل أن تتفق على حكومة تكنوقراط أو حكومة خبراء أو حكومة مستقلة بعيدة عن كل الأحزاب، وتنصرف الأحزاب لبناء أحزابها، وهذا ما لا يوده إعلان الحرية حرية التغيير. حرية التغيير تقصد؟ نعم. طيب بروف، يعني كيف يمكن أن نجنب البلاد مخاطر فراغ دستوري في ظل هذا التشرذم وهذه الانقسامات الكبيرة؟ هو يعني المطلوب لابد أن نناقش قوتين أساسيتين هما الشباب وهو المجلس الوطني والحرية والتغيير. الحرية، وهنالك قوة الدقير وهو الذي أطلق الشعار للتغيير، حرية عدالة وسلامة، عدالة وسلامة أو سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة، هو صاحب هذا. وأيضا كان من الاتجاهات القوية والأحزاب التي لها فاعلية في هذا الاتجاه هي مريم الصادي. يبدو أن الحرية الاتجاه بتاع التغيير ما يود يعني ما يود إدخال أي من خارج منظومته التي جاء بها، ويحب، هم يقولون أننا لا نريد زهرة من الحديقة ولكننا نريد الحديقة كلها. هذه نحن نتكلم على بلاطة ونواجه الأشياء كما هي، يعني هم هؤلاء محمد يوسف و يريد ومجموعته لا يريدون إشراك الدقير ولا مريم الصادق ولا
الاتحاد الديمقراطي ولا أي شيء آخر إلا اتحاد النقابات المهنية. منطقهم في ذلك أن هؤلاء ليسوا حزبا، إنما هم اتحاد لنقابات، والحزب الشيوعي يعني يقف بعيدا على مسافة من هذا الشيء، وهو يعلم أن هؤلاء هم أفراده الذين يناقشون ويحاول أن يحميهم بأنه حزب وأنه بعيد وما إلى ذلك. هم استفادوا واستطاعوا أن يكسبوا الشباب الذي هو في الشارع، هذا حقيقة لا بد من الوقوف عليها. كثير الحزب الشيوعي السوداني ليس موجودا في مكاتب الحزب الشيوعي السوداني، ولكن ربما يكون موجود في وسط هؤلاء الشباب ويقزيهم بأفكاره. وإذا الحراك الشبابي هذا ينطلق كل هذه الكتلة من شيء واحد، وهو يطلبون أن يأخذوا الجمل بما حمل. لا يريدون إشراك حتى المجلس العسكري الانتقالي. أنا أقولها لك برؤيتهم، يعني أنهم لا يريدون أن يكون هنالك مجلس ومجلس عسكري انتقالي بعد أن يسلمهم السلطة. يعني يبدو أن لديهم، وحتى لو شارك معهم يشارك برجل منهم معاشي ويكون منتمي لهم يعني. ويطلبون منه أيضا، أنا أريد أن يطلبون منه أيضا أن يقوم بكل كل الديرتي جيمز، ما أعرف الترجمة كيف، الأشياء التي يجب أن تقوم بها حكومتهم وتتحمل مسؤوليتها، يعني اعتقال رؤوس المؤتمر الوطني، الاستيلاء على دور المؤتمر الوطني، يعني فض الكيانات السياسية، الواجهات السياسية للمؤتمر الوطني، التحفظ على أموالهم، كل هذه الأشياء هي أشياء قد يقع هذا المجلس الوطني في جرائم لو ارتكبها يعني. وهو ليس سوف يكون هنالك، ليس هنالك مجلس وطني، ليس انتقالي تقصد، مجلس انتقالي، نعم أقصد المجلس الانتقالي يعني. هم يريدون بمجرد أن يقوم المجلس الانتقالي، هم يبقون على المجلس الانتقالي حتى يقوموا بهذه الأعمال التي لو قاموا بها للامهم التاريخ، أو لتعرضوا أنفسهم لجرائم وكذا. فهذا هو التخطيط، تخطيطهم. والآن هم، طيب مدى إمكانية تحقيق هذه الخطط على أرض الواقع؟ هل هناك مقبولية، هل هناك إمكانية منطقية لتحقيق، يعني لكل حزب، لكل تيمع سياسي رؤيته الخاصة به، لكن تصطدم بالتنفيذ؟ نعم، لكل أمانيه يعني. نعم، والأمنية، وكل يأمل في أن المجلس الوطني، أعتقد أنه مجلس الانتقال العسكري، المجلس الانتقالي العسكري، أعتقد أن رؤيته غير هذه. يريد حكومة متوافق عليها، وتكون حكومة مدنية ومستقلة وتعمل بالأعمال التنفيذية هذه. لو تحاول أن تقوم بكل ما تريده من احتقالات وكذا تحت حمايته، لا يريد أن يلوث يده في هذه الشيء، في هذه الأعمال التي يطالبون بها. أحيانا يعني يعلن عن أنه يعني احتقل مجموعات من كذا وتحفظ على دور وما إلى ذلك، وقد يكون صادقا في ذلك أو غير صادق. نحن مدنيين لا نعلم ماذا يتم وكذا، ولكن في النهاية هو يعني أيضا ليس قرا، لا يريد أن يورط نفسه في أعمال كبيرة كذا ثم يأتي. لا سيما ربما لا تكون قد انتبهت أن واحدة من مطلوبات الحرية والعدالة والتغيير، ولا اسمهم إيش، اتحادات النقابات المهنية، أن تعمل بعض القوى العسكرية التابعة لهم في ترتيب الأوضاع. طيب بروف، اسمح لي معي عبر الهاتف الزميل الإعلامي محمد عثمان. محمد، مساء الخير. مساء النور. نعم، حياكم الله. يعني كيف ترون يعني واقع العمل السياسي في البلاد في ظل هذه الانقسامات التي يعني اتفق الجميع عن البلاد في مرحلة تحتاج إلى الكثير من التوافق ويعني نكران الذات؟
اولا اشكركم على هذه الاستضافه. مساله هي ليست تسميها الانتصابات، تسميها الاختلافات، وهي شيء طبيعي جدا في امريكا، في اوروبا، في احدى الدول الديمقراطيه توجد الخلافات، وهي امر طبيعي ومحمود، وكله يصب في مصلحه العمليه الديمقراطيه او السياسيه في روسيا. الواقع الان طبعا بعد 30 عاما بكل تاكيد كثير جدا من الناس الان يريدون ان يتحدثوا بصوت اخر، ويريدون ان يقللوا من قيمه هذه الكيانات السياسيه، وطبعا ليس في مصلحه الناس، ليس في مصلحه الشارع، ليس في مصلحه حتى العمليه السياسيه برمتها. المساله وما فيها الان الوضع هو استثنائي بكل تاكيد. نحن لا نريد ان نبقى سفينا في الاحزاب، ولا حتى في المجلس العسكري، ولا حتى في الحكومات السياسيه الاخرى، ولا حتى في القوات العسكريه. الان البلد في وضع استثنائي، هذا تحتاج الى توافق وطني كبير جدا، الى ترك كل الصعوبات الذاتيه وتحقيق الذات والى ذلك، من اجل العبور الى بر الامان. تعلم الوضع الان في البلاد التي كانت هي اصلا تعاني اشد المعاناه من واقع اقتصادي جذري جدا، ضاف اليها بعض المشاكل السياسيه بجانب الصعوبات الى طور الى الازمه. فبالتالي الوضع الان هو استثنائي بكل ما تحمل هذه المعاني. طيب استاذ محمد عثمان، اسمح لي، يعني برايكم هل تحققت النسبه الاكبر من ما طلب به المحتجون وقاد الى هذه الاحتجاجات الكبيره التي شهدتها البلاد وهذه الوقفه الاعتصاميه؟ بكل تاكيد حتى الان اعتقد انه ما تشاؤم او تفاؤل، ولكن لو قرانا هذا الامر بصوره كده حقيقيه جدا جدا بحصافه، بعتقد انه الثوره حققت مكاسب كبيره جدا جدا في انها من خلال ساعات او يوم او يومين ازاحت حافظا له 30 سنه، والاخر ايضا رفض معاه وجبار عسكري. افتكر برضه ده انجاز كبير جدا جدا. المساله بتاعت الاستعجال لمجلس عسكري لم يكمل حتى الان 72 ساعه، وكثرت المطالبات عليه من احزاب كثيره جدا، اكثر من 72 حزب هي حتى الان لم تتفق على رؤيه محدده. افتكر انه المساله فيها نوع من الاستعجال، ولكن وجود الشارع هو الضامن لكل الجهات، الضامن القوى السياسيه، ضامن حتى للمجلس العسكري. يعني هو المساله ما فيها نوع من الاستفزاز بقدر ما هي بس يعني بنسميها انه كتلنفيذ للمساله بتاعت انه تحقيق المطالب، وبعد ذلك عكس المدى الجنسيه، وكمان التعجيل باصدار قرارات مهمه جدا في انطار الشارع كثير جدا، بما فيها طبعا محاكمه اشتغالات الرموز السابقه اللي هي القرار ده يتخذ وتم الاجراء فيه مباشره. افتكر انه حيصل حيهدي الشارع تماما. افتكر انه انفضاض الشارع ورجوعه الى سكنات هو الى بيوتهم امر يعني لكن كل الدلائل تشير الى انه ليس من المستحسن ذلك الان ما لم يتحقق المكاتب الكليه، لان مجرد وجود الشارع السياسيين سيمارسون خلافاتهم وما الى ذلك، والعسكريون كذلك، وتصبح العمليه السياسيه، والشارع لم يتحقق اي مكاتب. اشكرك. انه الان الصوت الاكبر في الوطن كله يجب ان ينظر الى هذه الثوره ومكاتبها، والتي هي اذهلت كل العالم بشهادات كبيره جدا جدا. أشكرك جزيلا أستاذ محمد عثمان على كل هذه التفاصيل، هذا ما سمح به الوقت. بروف عبد الرحمن، يعني الآن يعني كما قالها الأستاذ محمد عثمان عبر خط الهاتف أن هناك مكاسب تحققت من هذه الثورة، برأيكم أبرز المكاسب التي تحققت؟ أبرز المكاسب التي تحققت بالطبع هي سقوط النظام السابق و ما تفضل به المجلس العسكري الانتقالي واستجاب نظريا لكل مطلوبات التغيير، ما عدا تسليم الحكومة لجهة واحدة، وينتظر الآن لحكومة مدنية ليسلمها هذا العبء. وهذه هي أنا أعتقد أنه المجلس العسكري الانتقالي قد فعل كل ما عليه. طيب بروف، يعني قضية البقاء المعتصمين في أماكنهم وقضية يعني المحافظة على الثورة، يعني كيف تنظر إليها؟ أليس من الأجدى أن تتاح فرصة للمجلس العسكري الانتقالي ليباشر مهامه، خصوصا وأن هناك نقاط كثيرة جدا يعني ربما تحتاج إلى وقت طويل
يعني مثال مكافحة الفساد ويعني إلقاء القبض على الكثير من الأسماء أو من الرموز في النظام السابق، هذه تحتاج إلى وقت. هو طبعا هؤلاء الذين يعني يحدثون التغيير، وكل الشعب السوداني يعني شارك في إحداث التغيير بما عاناه وبعض الألفاظ وبعض النكات وكذا، وكل الناس في المجتمع السوداني يظنون أنهم شركاء في هذا التغيير وأن من حقهم أن يقولوا فيه قول. ولكن يعني في كل الكتب التي كتبت إلى كيفية وعالجت كيفية إدارة الأزمات السياسية وما بعد انهيار النظم تتكلم عن حكمة إرجاء محاسبة المفسدين أو المخطئين أو المجرمين في الفترة السابقة إلى ما بعد استدباب الأوضاع وكتابة قوانين ولوائح ودستور بموجبه يحاكمون. لعله وهنالك كتاب يعني ممكن أقرأ لك إذا أردت، أنزلته من الميديا، يتكلم عن إنه طبعا في طريقتين لهذا، إن الأحقاد والشعور بالضيم والشعور بالظلم الشديد ويحسون بأن هؤلاء استأسروا. هذا صاحب الكتاب يقول وهو قد جرب وكان خبيرا في فض النزاعات كثيرة جدا جدا في بلاد كثيرة، أنك هذا آخر ما تستطيع أن تفعله، وهنالك وسائل العدالة الانتقالية. والعدالة الانتقالية تعني يعني يعني التنازل عن الحق بعد إثباته، والإثبات هذا يحتاج إلى إجراءات قضائية وإجراءات فتح بلاغ، وربما تطول يعني هذه المحاكمات. تابعنا في كثير من دول العالم العربي ومن دول العالم أن ربما رموز الأنظمة السابقة بعد سقوط يعني سقوط حكوماتهم ربما أخذت يعني قضية محاكماتهم سنين طويلة. بروف، لدي استطلاعات أجرتها كاميرا التغطية الخاصة، نتابعها ثم نعود نواصل بقية حديثنا. حديثهم حديث يعني شفاف وواضح، عدة مرات ذكروا أنهم يحتاجون إلى وقوف القوى الوطنية والقوى الحزبية كافة إلى جانبهم للخروج بحكومة حكومة مدنية ترضي الجميع. وحديثهم الأخير الذي كان قبل قليل حديث يعني طيب جدا جدا، تحدث فيه عن مطلب واحد، هو من الأحزاب أن يتفقوا على شخصية، هذه الشخصية هي الذي سيتسلم رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة. على القوى، كل القوى السياسية، ويعني وجب عليها إنه تتيح المساحة المطلوبة للقوات المسلحة اللي قدموا أرواحهم، وكان ممكن تكون أرواحهم فدا لو حصل أي فشل لهذه الثورة. رجال مثل هؤلاء يجب أن تتاح لهم الفرصة حتى يتقدموا إن شاء الله. يعني نحن يعني من هنا منقول لأخواننا في المجلس العسكري يعني سيروا إن شاء الله، ونحن معهم يعني حنساعدهم برضو وحنعينهم برضو ببعض رؤيتنا مكتوبة نحن كحزب. وإن شاء الله أنا من هنا وصلت له يعني المجلس ده يتبنى الآن حكم البلاد لمدة عامين. يعني ليه؟ لأنه يعني حتى الأوضاع يعني تهدى والناس توفي. أوكي طيب بروف، شكرا يعني لكل الذين تم استطلاعهم. بروف، يعني برأيكم كيف يمكن يعني ردم الهوة أو هذه الخلافات بين الأحزاب السياسية؟ مسؤولية من؟ هل يمكن أن يلعب المجلس العسكري الانتقالي دور تقريب وجهات النظر بين الأحزاب، أم أنه غير معني بهذه القضية ولديه قضايا أخرى أكثر أهمية؟ وفي الواقع هو طبعا المجلس العسكري الانتقالي قد جاء إليه الشعب وقالوا لهم أحمونا ونحن نريد تغيير النظام، وقد قام المجلس، ولكن يعني ليس عليه أي يعني التزامات يعني أخلاقية تجعله يفعل أي شيء. ممكن يقول أنا لا أريد أذهب وكون حكومتكم واستولوا تلك هي الوزارات. لكن في مثل هذه الظروف أنا أستحسن أن يأتوا بمجموعة
خارجية خبيرة في فض النزاعات وإدارة الحوار بين الفرق المختلفة، ويستعين بالمعرفة من داخل السودان أو خارج السودان في يكونوا لجان تكون أكثر حيدة أو محايدة. الآن هو المجلس الانتقالي ربما ينظر إليه كعدو من قبل المجموعات الفاعلة في هذا الحراك، وممكن يستعين بآخرين، وهذه هي الخطوة التي ستحدث في النهاية. يعني طيب أبو رفي، اجتمع عدد مقدر من قيادات الأحزاب السياسية بمختلف الألوان بدعوة من دكتور غازي صلاح الدين العتباني رئيس الجبهة الوطنية للتغيير، وذلك في إطار التشاور حول مجريات الأحداث الراهنة بالبلاد. وعبر عدد من قادة الأحزاب بضرورة نبذ الخلافات بين اليمين واليسار، منادين بأهمية التركيز على حل المشاكل الأساسية التي أدت لهذه الأوضاع المتمثلة في الضائقة المعيشية، مؤكدين أن السودان يمر بمرحلة صعبة جدا تستوجب الحكمة وتجاوز المصالح الحزبية الضيقة. المجتمعون شددوا على عدم تكرار الإقصاء والإقصاء المضاد، معبرين عن رغبتهم في إرساء دولة القانون والمواطنة، معربين عن أملهم أن تلبي المرحلة تطلعات الشعب. الآن هذا يعني ربما هو يعني دليل واضح على أن هذه القوى السياسية بدأت تجتمع مع بعضها البعض للخروج برؤية واضحة. كيف تقيم مثل هذه الاجتماعات؟ لا تعني لي شيئا، وحصيلتها ليست كبيرة، لأسباب أن الذين يعني يملكون الميدان الآن ويملكون الجسارة في يعني في التحاور مع المجلس الانتقالي، هؤلاء قد حسموا هذه المعركة مع هؤلاء مبكرا عندما رفضوا أن تنضم إليهم. وأعتقد أن الأحزاب الكبيرة قد تباطأت كثيرا في إعلان مواقفها. هو الذي يعلم موقفه أولا هو الذي يعني يكون في الإطار كان كسب الشباب. يعني لو أي من هذه الأحزاب خرج الشارع مع الشباب وقال نحن كذا وكذا، يعني هذا يعني لابد، لا أجاملك كثيرا عن لا هذه الأحزاب، ربما أكون يعني متعاطف مع الاتحاديين أو مع حزب الأمة أو مع أي هذه الأحزاب التي أنت تراها وعندها جماهير، ما حركت جماهيرها، كنا نتوقع في أي يوم من الأيام لكي يكون عندها، لماذا لا تحتل جزءا آخر من العالم في الخرطوم الكبير وتجلس وتقول نحن هنا موجودين؟ طيب سؤال مهم جدا أرجو أن تجيبنا عليه، لكن معي عبر خط الهاتف الأستاذ المدثر محمد أحمد الصحفي. أستاذ مدثر مساء الخير. أستاذ مدثر. نعم أسمعك. نعم، يعني برأيكم كيف يعني تمضي القوى السياسية في تشكيل الحكومة المدنية، خصوصا أن هناك يعني كان اختبار حقيقي بالأمس في هذا الاجتماع الذي ضم القوى السياسية والتنظيمات السياسية مع المجلس العسكري الانتقالي، في أول اختبار حقيقي لهذه القوى السياسية السودانية؟ نعم، هذه المرحلة يعني حتى الآن أسبوع منذ ذهاب النظام السابق، هي رؤية يعني ربما هناك شقين. الشق الأول يتمثل في أن الشعب السوداني الآن يدخل مرحلة ديمقراطية جديدة. هذه المرحلة الديمقراطية الجديدة لابد لها من تمرين لكي يتدرب أو يتهيأ أو يتوائم الشعب السوداني في عمومياته، بأحزابه، بغير المنتمين إلى الأحزاب، بالناشطين، كلهم يتوائموا ويتوافقوا مع الحالة الديمقراطية التي يوجد بها الأخذ والرد والاختلاف. الحالة الديمقراطية يوجد بها الاختلاف بين الأحزاب، بين المكونات السياسية وبين المكونات المختلفة. الشعب السوداني هناك عدد من المكونات التي ينتمي إليها، إلى جانب أن الآخرين الشق الآخر غير منتمي إلى الأحزاب. كل هذه الحالة الديمقراطية يوجد بها عدد من تباين الآراء. الكل يريد أن يقول رأيه ويريد أن يبرز رأيه ويريد أن يمضي في اختياراته. هذه الحالة هي حالة طبيعية ناتجة عن نظام 30 عاما من الكبت ومن الرأي الواحد الذي كان سائدا فيه. ولذلك ربما يستغرب البعض من أن هذه هي نوع من الفوضى أو نوع من عدم الاتفاق أو كذا. هذا شق. الشق الآخر، هذه امتحان حقيقي أيضا التي ظلت تطالب
الحكومة السابقة والنظام السابق المنصرم بسفعة البدء في القضايا وإصدار القرارات، وكذلك تطالب المجلس العسكري بالبدء بسرعة القرارات، وهي كذلك لا زالت لا تبدء بسرعة قراراتها. أي أننا في حالة من التخلق الجديد الذي يحتاج إلى الصبر مع سرعة الحسم. ولذلك الآن لابد على القوى السياسية أن تسارع في التوافق في هذه المرحلة أولا، حتى يمضي البعض أو نمضي جميعا إلى بناء الدولة الحديثة الديمقراطية التي يوجد فيها كل تمثيل لكل شخص يجد نفسه في بناء هذا السودان. وهذه مرحلة حقيقية ربما يعني ينتظر البعض منها الكثير لصالح السودان. طيب أستاذ مدثر، يعني برأيكم إذا استمرت هذه الخلافات بين الأحزاب السياسية، الأحزاب هذا الكم الكبير من الأحزاب لابد أن يختلف، يعني إذا استمرت هذه الاختلافات وهذه الانقسامات حتى داخل الحزب الواحد، هل يعني تتوقعون أن تشهد البلاد فراغا دستوريا في الفترة المقبلة؟ الخلاف ما هو موجود بين هو ليس خلاف، وإنما اختلاف في وجهات النظر. هذا الاختلاف في وجهات النظر سيظل موجودا، لا يمكن أن تكون أن يكون هناك شعب كامل على رأي واحد. هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب وموجود وسيظل في ظل الديمقراطية. لا يمكن أن يصل الأحزاب والقوى السياسية والسودانيين جميعا يجمعوا على رأي واحد، اللهم إلا أنهم أجمعوا خلال الفترة الماضية على اختلاع النظام السابق. ولكن فيما يخص بتسيير الدولة وتسيير دولاب العمل في الدولة سيكون هناك خلاف، ولكن المطلوب الآن الاتفاق على الحد الأدنى فيما يتعلق باختيار الحكومة المدنية التي يمكن أن تباشر أداء عملها لتنفيذ مطلوبات الثورة التي يطالب بها المعتصمون الآن في أمام القيادة العامة. هذه الحكومة المدنية إذا لم تأتي ولم يتم تسميتها من قبل هذه الأحزاب سوف لن نصل إلى تنفيذ مطلوبات تنفيذ مطلوبات المعتصمين أو المطلوبات التي يطالب بها المعتصمون الآن في ميدان القيادة العامة. لا يمكن أن ينفذوا مطالبهم بواسطة المجلس العسكري. المجلس العسكري ألقى بالكرة للحكومة المدنية لتنفذ ما يطالب المعتصمين من محاكمة رموز النظام ومصادرة الدور ومحاكمة وإعادة هيكلة الأجهزة والكثير من المتطلبات. يعني كثير من المتطلبات. أشكرك جزيلا أستاذ مدثر محمد أحمد الصحفي على كل هذه التفاصيل. أعود لك مجددا برفع عبد الرحمن. قبل مداخلة الأستاذ مدثر، يعني كنا نتحدث عن مشاركة جماهير الأحزاب التقليدية والأحزاب الكبيرة الموجودة في السودان في هذا الحراك. يعني هذا الحراك تتفق معي ويتفق مع الجميع أن يعني الحراك بدأ مطلبيا لظروف اقتصادية واضحة ومحددة، ثم انتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة مطالبة بسقوط النظام أو بإزالة النظام الحاكم، نظام الرئيس السابق البشير. لماذا لم تتحرك هذه الأحزاب جماهيرها في ذلك الوقت ولا حتى بعد أن دخلت الثورة إلى مراحل متقدمة، ثم جاءت الآن هذه الأحزاب كلها لتسابق الجميع للجلوس لتتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي الذي جاء به المحتجون؟ أنت تعرف يعني وكنت تتابع أنه مثلا حزب زي حزب الأمة كان يعتقد أنها هي دي باب وخط مرقة وينتظر أن يكون الشيء قد استوى ثم يخرج. وأيضا الحزب الآخر الذي يحترمه السودانيين إلى حد كبير هو الاتحاد الديمقراطي، ونحن نشأنا في منطقة يعني للاتحادين الديمقراطيين، وقد أوصانا يعني السيد علي المرغني أن لا ندخل يدنا في الفتة وهي ساخنة، ننتظرها حتى تبرد حتى لا تحرق أيدينا. ولم يفوت شيء حتى الآن. أنت إذا أردت أن يكون لك يعني هي ما تدافع، لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض ممكن يخرجوا يستولوا على مدرمان، يقعدوا يستولوا على الكوبري ويقولوا نحن ما لن 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 نبرح مكاننا حتى يبرح الآخرون مكانهم وكذا. الحقيقة أنت ما استقفز لي ماذا سوف يحدث. لا أنا أود أن أقفز إلى، لا يعد هذا قفزا على الثورة؟ لا يعد. أنت الثورة الشباب حقيقة. الثورة إذا كانت شباب الأحزاب كانوا موجودين في هذا الحراك. نعم شباب الأحزاب الكبيرة كانوا موجودين في هذا الحراك، حتى شباب الحاكمين
أبناء علي عثمان محمد طه وأبناء نافع وكل الشباب الموجودين وحتى الذين ينتمون الحركة الإسلامية أكثرهم يعني كان موجود، يعني حسن مكي كان أبنائهم موجودين هناك، ولعلي لقد يعني قيل جاءوا بفيديو وكانت ابنة الشهيد ابنة وداد شهيد إبراهيم شمس الدين، وهي تهتف مع الآخرين وتقول الجيش جيشنا ونحن السيادة نحن أهله ويستاهلوا، وتعطيهم الباقات. يعني ما في شباب من كل شباب كل هؤلاء الأحزاب كانوا موجودين، لكن الأحزاب لم تكن موجودة، جاء يعني كانوا ينتظرون جاء في الوقت المناسب النقابات، اتحاد النقابات والموقعين على الحرية والتغيير. طيب برفع عن هذه النقطة تحديدا، هناك أصوات تحدثت بكل وضوح أن يعني قوة إعلان التغيير والحرية بما فيها من أسماء معروفة وأسماء كبيرة لها تاريخها في العمل السياسي في السودان لا تمثلنا، كيف تعلق على هذه الأصوات التي قالت أن هؤلاء لا يمثلون الثورة، هؤلاء لا يمثلون المحتجين؟ بالطبع هم لا يمثلون الثورة، ولكن افتتن بهم الشباب ورؤوا فيهم إمكانية إحداث نوع من التغيير المختلف. أنا عن نفسي لي 5 أبناء لا أستطيع إقناعهم بأن الذي يحدث هذا يجب أن تكونوا حزبا خاصا بكم وتكتبوا، وأنتم لستوا صغارا ممكن تستعينوا بناس وكذا يكتبوا لكم دستور ويعملوا لكم حزب وتسجلوه، ما في شيء ممنوع الآن، وتكون عندكم مطلوباتكم لوحدكم. وهذا ربما هل هؤلاء يمثلون؟ قالوا نحن نكتفي بتمثيل هؤلاء. وما يودوا هؤلاء، أنت تعرف ماذا يودوا هؤلاء وأنا أعرف ماذا يودوا هؤلاء. هؤلاء يريدون إعادة صياغة الحياة السودانية في 4 سنوات. طيب ما عبر خط الهاتف الأستاذ عوض جادسيد رئيس قسم الأحبار بصحيفة الصيحة. عوض مساء الخير، أهلا بك. أهلا يا عوض. مساء النور، مرحبا بك أستاذ طلال، أهلا بك وبضيوفك الكرام. يعني كيف تقرؤون الواقع المشهد السياسي الآن في السودان، هذا التغير المتسارع على المستوى ما يدور في الشارع وعلى مستوى التحولات السياسية، هذا الاجتماع الذي انعقد بالأمس بين القوى السياسية المختلفة والمجلس العسكري الانتقالي يعد أول اختبار حقيقي لهذه القوى السياسية ويعني رمي الكرة في ملعبها من قبل المجلس العسكري؟ نعم، الأحداث تمضي بصورة متسارعة وبصورة كبيرة جدا، ويتطلب الوضع الحالي يعني الإسراع في وضع رؤى وتصورات واضحة من القوى السياسية المختلفة لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية وما بعدها. ما برز في لقاء الأمس بين المجلس العسكري والقوى السياسية ربما أشر أو أعطى مؤشرات غير جيدة للشارع السوداني عن الطريقة التي ربما تفكر بها القوى السياسية. أستاذ عوض أعتذر منك، أرجو أن تبقى معي على خط الهاتف، لدي فاصل قصير ثم نعود نواصل الحديث معك.